يعني حلقة كبيرة ما حدا بيقدر يحكي فيها إلا الأشخاص أصحابه. اللي مظبوط. ما فينا نحكم نحن. ورد رح نروح على الميركس دور، انت كنت مقطعة بفترة الميركس دور، بس انا بعرف كمان محبتك للممثلة نادين نسيب نجام. هل انت يعني بتعتبر انه هي تستحق جائزة الميركس دور هاي السنة عن افضل كافضل ممثلة لبنانية؟ أكيد بتستحق وغيرها بيستحق كمان، الكل اشتغل وفكر ممثلات كمان برعوا نعم. بأدوارهم. أنا قلت رأيي إنه قصة التصنيفات عم تظلم كتير ممثلين، نعم. يعني مثلا بحطوا الأدوار الثانوية والمساندة والأولى كله بنفس السلة، ما فيك تحط يعني مثلا كل هالممثلين بنفس السلة، مش الأدوار مظبوط، كلها تقسمت كانت أفضل ممثلة دور أساسي وأفضل ممثلة دور مساند، هيك كانوا مقسمين. مقسمين نعم بالأول كانوا ديفينتلي، محطوطين كلهم مع بعض. بالأول بأول يعني أول أسبوع بس، بعدين دغري انفصلوا، دغري فرزون أوكي، لكن أنا للتوضيح بس. ما انتبهت، ما بعرف، نعم أنا ما عم تابع كانت كل اللي الموضوع بتسأليني أنا ما حفظتن على بتابع. الغايب لأن نعم. يعني أكيد كثير في ناس بتستحق الحقيقة وبس هذا اللي بقدر أقوله بدك توقفي بالنسبة تقاطعي لي. الميركس دور السنة الجاية؟ لأنه أنت عندك عمل حيكون كبير، هو ثورة الفلاحين. بعرف مش بقى، أنا عملت كثير أعمال كبيرة باتريسيا، معلش أنا زعل من الميركس، هن بيعرفوا كثير منيح، نعم. عملت كثير أعمال كبيرة وإلي 20 سنة ماني عامله مسلسل بس واحد اسمه عشق النساء لحتى أنجح عليه، نعم. عملت كثير وكثير نوعت بالكوميدي وبالدراما وكل شيء وما انصفوني، وهيدي المشكله عمرها زمن، نعم. بيصلحوها بطريقه كثير كبيره. انا ما عندي هالعداوات مع حدا، انا بشوفهم بتكلم عليهم بحبهم وكل شيء، وشخصيه ما عندي هيك شيء، بس نعم. انا كفنانه ما انصفت بالسنين الماضيه، اعمال كثير مهمه عملتها ورح اعمل عمل كثير منيح، ما زلت كنت جيني رح يربح. طب ما انه ما انا برات هيدي اللعبه حقيقه، يعني بس تأكد انه ما في لعبة ورد، يعني ما بعرف الكل عم بيصور انه هذا الموضوع، يعني اذا كل واحد بده يعتبر حاله انه هو بده يفوز مشكلة. بس انا طبعا مظبوط، مش مع لازم انه يوم نحسب تنصف حالي، الاعمال وينصفوا الاشخاص بحسب ابداعهم يعني بهذا الدور مظبوط بالتحديد. ايه نعم ايه نعم بس انا يعني من كم سنه وقت اللي عشق النساء حكيوني لحتى استلم جايزه، كان عندي موضوع حكيت معه، ما يعني ما كان ما كان ما التقينا، يعني ما نعم وصلنا نعم على نص الطريق، مش مهم إن شاء الله بالسنوات الجايزة. المقبلة ترجعي تشعي على مسرح الميركس دور. ورد وحياتك وحياتك نعم يا باتريسيا، شهادة الناس هي كتير مهمة أنا كتير موافقة على مهمة، هذا الشيء، أنا موافقة على هذا يعني اللي الشيء. انت هلا نعم المقدمة اللي حكيتيها هلا من شوي، هيدي شو بدي احلى من هيك، انه انا عم بشتغل مش بس لهالسنه ولا لهالتجي، نعم انا عم عمر لسنين، عم بترك بصمه، يعني عم بشتغل وهذا عليها. الشيء الأهم وهذا اللي بيبقى. ورد الخال ايه شكرا لك على هالمداخلة الحلوة، رح نجرب ندور عليك برمضان بخاتون 2 تنشوف على اي